مرحبا. عندك الحق تتغشش. الخوذة هذه الكل ما كرهها صارت. نعرف. أما جوزيف خطي صاحبك هذا خان لمانة، مش هو بيدو زاد اللي صاب بيك قبل ولا أنا غلط؟ كل حاجة في بلاصتها، ما نبداوش ندخلوا في الحكايات في بعضها. وصاحبي ما خانش لمانة، أنا نعرفه مليح. أمانة ما نعرفوش؟ لازمك تعمل إسقاط على نساس. السيد محسوب سرقني، وشكون قال مش بالحق حبي يتصرف فيه؟ نعود هيك، جوزيف مسرقش خطيه. اسمعني عايش ولدي، الخدمه والعاطفه حاجتين ما يتقبلوش. يا تعمل اسقاط يا انا باش نمشي للحاكم ونستعرف بكل شيء ونقول لهم لي انا ورا الحكايه. خاطر تعرف معزتك عندي واللي تهدد فيا؟ ليه؟ ما حط روحك في بلاستي. أنا ما نخلي صاحبي يدخل الحبس في جرة حاجة أنا سبب فيها. وكان برسمي تعزني وحاسبني ولدك، خذ بخاطري اعمل اللي قلت لك عليه. خربت وجيت قعدت انت؟ عجبك هكاك ابوك كيفاش مرمد وحالته حليله؟ والله اعلم قديش شقعد غادي. قد ما خاف عليك، قد ما عمل معاك هكا تجازيه؟ نعرف غلط. يا اخي الفايده تعرفك هو؟ مش حكيت انا وياك وماشي في بالي ولينا اصحاب؟ وقلت لك نصحتك سايب عليك من السرقه، تقوم تعمل عمله كيما هكا توزر بوك؟ ما في باليش شو يصير هكا. مالاش كان في بالك؟ زيد عايق وما تصلحش. انت جاي باش تعرف فيه قصه في هكا لسان واحد اخر في بلاستيك صوته ما عادش يتسمع. وصلت بوك لهالمواصل باقي تصح في رقعتك؟ ما قلت لك شيء، نعرف اللي نغلط وندمت مش عارف شو نعمل. تينا مدمر مش تزيدوا علي انتوما. مدمر ما هو من عمايلك ريقو شاح ويقول لك كركح ريد في يزي وانت عمال على قدام اللي جات في راس بوك. كي شد هو الحبس انا شبش نعمل؟ شكون بيا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. Thank you.
خممت برشا قبل ما نكلمك، ما نعرفش اللي نعمل فيه صحيح ولا غلط. ما فهمتكش. انت جيتني قبل حبيتني نحكي لك شنو ريم خبيته عليك هكا ولا ما تكنت مخبي حاجه؟ برشا حاجات. ريم كان تبع فيه توا 20 سنه ملي ماتت صاحبتها مريم، وانت تعرف بين الباسيون والبسي ما فماش اسرار، كل شيء تحكي. وانا اليوم قررت باش نحكي لك كل شيء. اخر مره جيت كانت يتنبونه، قلت لي ما نعرف حد شيء، وحتى كان نعرف حاجه ما نجمش نحكي لك على خاطر سر المهني. صحيح، وهذاك علاش قلت لك خممت برشا قبل ما نكلمك. ما نعرفش عملت المليح ولا، اما انا قررت باش نحكي لك كل شيء. شنو اللي تبدل واللي تحب تعاوني؟ مانيش باش نعاونك انت، نحب نعاون ريم، نحب ناخذ لها حقها. اما حق ما فهمتكش. يظهر لي ريم ما ماتتش باغ اكسيدون، انا شاكه في برشا حاجات. كيما شنو؟ ريم نهار اللي ماتت جاتني صباح قالت لي شنو اللي قررت باش تعمل. واش قررت فاش تحكي؟ باش تقبل تعرس بيك. في بالي امها قالت لي لما تعمل الكل باش تحكي لها. اما ما في بالكش اللي ريم فما شكون عامل عليها بريسيون كبيره، على خاطر هي شاد عليه حاجه غاف، ونهارتها تقابلت معاه بالذمه في البحر باش تقول له اللي هي قررت باش تعرس بيك. اما قبلها باش تحكي لك كل شيء مخبيته عليك. الحقيقه اللي كانت تخرج ضر السيد هذا. شكون السيد هذا؟ وشنو هي الحقيقه؟ قبل ما تسال شكون، حط روحك في بلاصتو. فما شكون شادد عليك حاجه وقالك مش نفضحك ومش نحكيها، شنو تعمل وقتها؟ تقبل ولا ما تقبلش وتنجم توصل تقتله؟ هذا السيد هذا ينجم يكون قتل ريم؟ اي خمم فيها. ريم عوامه بالكدا، زاد امها قالت لي اللي اخر مره شافتها دخلت تعمل في غطسه وهو كان معاه. علاش ما قلتش لامها؟ علاش انا؟ اولا ريم حبتك برشا وكانت باش تحكي لك كل شيء، زيد انا نجم نكون صحيحه في التخمام بتاعي كيما نجم نكون غلطه. وحكايه كي من هكا خفت كان نحكيها لامها وجوعها مازالت تبكي على بنتها نحل عليها باب بلاء، على خاطر السيد اللي نحكيو عليه من العائله. شكون؟ هاني باش نحكي لك كل شيء، الشيء اللي ريم حبت تحكيه لك قبل ما تموت. تو تعرف شكون وش عمل وعلاش ريم خبيت عليك، وقتها تحكم وحدك.